اللي فاتت كان في ناس كتير قوي بتشتكي ان هم مش عارفين يتملكوا اراضي صناعيه، في ناس كتير قوي كانت بتشتكي ان هم عندهم بالفعل مصانع وتعفروا. احنا بنعمل ايه مع كل هذه المشاكل؟ احنا طبعا الحاجات المعنيه بهيئه التنميه الصعيد احنا طبعا بناخد فيها اجراء سريع، سواء كان الاستثمار بيركز في محافظه معينه، احنا والمحافظه دي احنا هيئه التنميه الصعيد معنيه بهذا المشروع، فاحنا بنخلص جميع هذه الاجراءات. بعض المشروعات المرتبطه بجميع الاجهزه الاخرى في الدوله احنا بنتم التنسيق معاهم، بحيث ان احنا بنسهل الاجراءات وبنسهل الطرق للتغلب على المشاكل الموجوده ما بين المستثمر وهيبه. وفي الحقيقه تعاون جميع اجهزه الدوله، يمكن توجيهات القياده السياسيه لجميع اجهزه الدوله بتوفير المناخ والبيئة المناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي. طيب جزء مهم جدا الحقيقة وكنا اتكلمنا عنه بتهيألي في فترات يعني سابقة، السيد الرئيس كمان كان مهتم بها جدا، هو جزء خاص بالمجمعات الصناعية علشان أعمل مجتمع صناعي نفسه. فأعتقد أن الصعيد نفسها لها أولويات في الجزء الخاص بالمجمعات الصناعية. إيه اللي حصل لغاية دلوقتي؟ يعني إحنا أنجزنا إيه حتى هذه الفترة؟ بالنسبة للمجمعات الصناعية طبعا يعني هو إنشاء المجمعات ليها وجهتين للإنشاء. في الواجهة طبعا المجمعات الصناعية على مستوى الكبير، ودي بيتم تنفيذه عن طريق هيئة التنمية الصناعية. هيئة التنمية الصعيد ليها جزء برضو في المجمعات الصناعية، يمكن على سكيل أصغر، وهو إحنا بننفذه داخل القرية. إحنا بالنهاية التنمية الصعيد بتنفذ مجمعات صناعات حرفية داخل القرى، وإحنا حتى الآن شغالين في 8 مجمعات، في 3 موجودين على يعني خلاص قرب الافتتاح، 2 في محافظة أسوان والمجمع الثالث في محافظة سوهاج، وفي كل محافظة لينا مجمع في قرية. هذا المجمع مجمع حرفي بيعتمد على الصناعات البسيطة أو الصناعات الصغيرة اللي أهالينا في هذه القرية متمرنين عليهم ويعرفوا أن هم يشتغلوها ويجيدوا فيها هذه الحرف. احنا بننزل القرية وبنعمل دراسة ميدانية، ايه هي الحرف او ايه هي المهن اللي احنا ممكن نوفرها في داخل المجمع، وبنقعد مع اهالينا في هذه القرية، وبناء عن التوصيات الجلسات بنبدأ نقول احنا عايزين ندبر، سواء كان مكان خياطة السيدات بيعملوا فيه او بعض الماكينات اللي بتنتج حرف بسيطة وحرف سهلة، سواء كانت في الانتاج او سهلة في التسويق، لان احنا كل اللي يهمنا هو التسويق، لان التسويق دي الحلقة المهمة في الصناعة، لان التسويق طبعا هنسوق منتج، والمنتج ده هيعود بمال هيعود على المواطن وهيوفر له الحياة. هو جزء مهم جدا التسويق.